باباك هك هك باباك سيليا هلا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي خصكم بحرا فايقه دابا راه 9:30 تقريبا. يلا فقت جمعت غير بيت الناس جمعت انا الصالون والطبله اللي كنا ماشيين فيها البارح وتفكرت بان جيت ندير المونتاج وتفكرت بان الفيديو ما درتش لكم ليه المونتاج. المهم ديما انا زعطيت شعري هكا شعري دابا راه زعما راه بخير ولكن هادو. المهم تفكرت بانني الفيديو ما درتش لكم ليه المقدمه ما درتش لي انترو الفيديو. الفيديو عباره على مشينا حتى في النبسيليا فرحناها وفرحنا معها فرحنا بها بصفه عامه زعما التقاليد المغربيه والعادات المغربيه كيف ما كنعرفوا كاملين ديال البنيتات والوليدات الصغيرين كنفرحوا بهم كنحنيو ليهم. المهم البارح مشينا لا الله وصافي مشينا غير نشوفوا ساعه لقينا الصديق ديالنا ما شاء الله عليه خويا سيمو هو اللي داير داكشي كله هو تريتور الصراحه وما كناش عارفين بلي هو زعما اللي داير داك اللي فيما نقول ولا ما عرفتش سميتو. صافي ملي مشينا لقينا هو يا صديق عادي دار ليها كلشي مشينا غير باش نصوروها ونجيو. قالت لي السيده راه كاينين مشينا غير باش نصوروها ونجيو وديت لها اللبسه ديالها هكايا ديال العيد جبادور ديالها ساعة زقات دارت كلشي زقات تصورات باللبسة ديالها ودارت الحنة ودارت العاود تصورات في العاود ولبسات لبسة أخرى ودارت العمارية والبرزة وعاوتاني منين نسالينا وتمينا جايين بقات كتبكي بغات تعاود العمارية. جينا عاوتاني تال بلاصة أخرى لقينا ناس وحدين أخرين عاوتاني درت ليها لبسة وعمارية أخرى ولكن ما جاها النعاس صافي بقات كتغوت. في الاول كتبكي بغات العماليه وفي التالي بدات تغوت ما بقاتش بغات غير هي الجهه الاخرى فيها الدقيقيه. وفي الاول كانت الاوركسترا الصراحه واعر الله يعطيهم الصحه داكشي كان واعر. غنخلي لكم لقطات كاملين في هاد لا فيديو هادي. المهم راه غير شويه ما صورتش بزاف صراحه حيت عادي اللي كان كيفلوغي وانا عادي ملي كيكون كيفلوغي يا اما تيشد بلاصه وحده يا اما ما كيديرش لاغج وما كيخدمش لاغج ديال التليفون يا اما كيبقى شاد غير بنته كتبان ليه غير بنته هو ما تيبانش ليه داكشي اللي حداه ما مسوقش العالم يا اما كيكون التليفون مهبطو لتحت وكيشوف هو في بنته بعينيه ونسى انه راه كان كيصور. ايوا صافي. المهم نخلي لكم لقطات كاملين صراحه فرحه زوينه اننا كنشوفوا وليداتنا هكايا وكنفرحوا بيهم وكنحسوا براسنا فرحانين كنشوف وليداتنا حتى هما فرحانين وندير لهم شويه من التقاليد والعادات. انا الصراحه بالنسبه ليا ما عمري درت هادشي ديال 27 في حياتي فاش كنت صغيره عمري ما درتها الصراحه. بنات العائله كانوا كيديروا ولكن انا ما عمري الصراحه جاتني الفرصه ندير شي حاجه داكشي علاش ان شاء الله قلت غندير كلشي لبنتي. وخلاص بابا مع قالت له السيده والسيد قالوا لي زعما فين بغيتي تصور قالوا لا ديروا ليها كلشي ديروا لها كلشي قال لهم ديروا لها كلشي اي حاجه. ايوا المهم هذا ما كان خلي لكم لقطات من الفيديو بلا ما نطول عليكم البلا بلا انا شحال فيه البلا بلا تكسي رشا سلامه لكم الفيديو.
جاتك تقيله بزاف، تقيله بزاف مدلوعه انا في بلاصه. سيمو سيليا 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 هان هان صغيرة سيليا أحلى سيليا بلاصه اخرى فيها حتى هي شي 27 كاينين دقيقيه والمهم بنات اخرين عماليه اخرين داكشي سيدي بدات كتبكي عاوتاني غنعاودو من جديد طلعنا عند البنت هنايا مسكينه باش تلبسها عاد باش نهبطو لتحت خليكم معايا We'll be right back.
يلا حيدي. سيليا سيليا هاكي بابا هاك.